the greatest love story ever told. Romeo. Sweet Juliet. I have cholera. You do not have cholera. You don't understand. 3 days ago. Yes. Three, nurse. Romeo and Juliet. Doesn't even sound right. Being all gross, and he was saying things to her that he just said to me. You want my help with this? We just need to stop a wedding. Hang on a second. It's your boyfriend's wedding. Ouch. Rosalind, I met a boy. Son of a... Blow me. Let me guess. Romeo Montague, isn't it? Who wants to buy us some drinks? Howdy. Everybody knows Romeo Montague. You just wanted to steal my boyfriend. I wasn't trying to steal him back. I'm going to fake my own death. I'll drink this potion. I don't look like I'm dead. I just wonder if all this drama is adding to the attraction. That is quite possibly the dumbest thing I've ever heard in my life. Did you drink it already? ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم مع مراجعة فيلم روزالين. هو كلمة روزالين يعني مش عجباني، يعني مش حاسسها، يعني حاسس ان هي مش حلوة، فهقول روزالين احسن. اوكي يلا بينا. الفيلم بطولة كيتلين ديفر وشون تيل وإيزابيلا ميرسيد وكايل ألين، والفيلم من إخراج كارين مين. بالنسبة للمخرجة، فيلم روزالين يعتبر تاني فيلم طويل تخرجه. الفيلم مأخوذ قصته من قصة نزلت سنة 2012 وبتحمل اسم When You Were Mine للكاتبة الأمريكية ريبيكا سيرل، واللي مأخوذ بدوره من القصة الشهيرة روميو أند جولييت للشاعر والكاتب المسرحي الكبير ويليام شكسبير. الفيلم اتعرض أول مرة يوم 6 أكتوبر سنة 2022، بعد كده نزل على خدمات الفيديو اون ديماند وبالأخص شبكة هولو وشبكة ديزني بلس يوم 14 أكتوبر من نفس السنة. الفيلم بيحكي زمان في مدينة فيرونا في إيطاليا عن نبيل من نبلاء أسرة مونتجيو واسمه روميو. روميو كان كل يوم بيروح لحبيبته واللي دايما كانت بتبص عليه من بلكونتها علشان تسمع أحلى الكلام منه، ودايما روميو كان بيقسم لها إنه ما شافش جمال في حياته قد جمالها، وبيقول لها إن العالم هيفضل يردد اسمهم لأزمنة عديدة ولقرون كتيرة في المستقبل. فبتسأله والناس هتقول إيه؟ فبيقول لها الناس هتقول إن أكتر قلبين اتجمعوا مع بعض كانوا روميو وروزالين. وبيبتدي احداث الفيلم. رأيي عن الفيلم بالنسبة لفكرته تعتبر فكرة جميلة وجديدة، عشان صناع العمل عملوا تطوير على القصة القديمة واللي عارفينها وحافظينها وبطريقة كوميدية وخفيفة ومن منظور تاني خالص غير اللي عارفينه. والميزة في كوميديا الفيلم ده ان هي كانت كوميديا القصة مش كوميديا المواقف، فكانت الفكرة جميلة برغم سذاجتها. واللي ساعد كمان في توصيل الفكرة الجديدة دي للمشاهد كان جمال الديكور والملابس والأماكن والموسيقى وأجواء الفيلم عامة، بالإضافة للتمثيل الجميل والرائع لكيتلين ديفر اللي كان أدائها جميل وماشي بانسجام مع الكوميديا اللي كان بيقدمها الفيلم. لكن عيب الفيلم الوحيد انه محتفظ بنفس المستوى الجميل اللي ابتدى بيه، فالفيلم كان كوميدي بعد كده قلب على دراما، وللأسف الدراما في الفيلم ده ما كانتش قوية، وده يرجع لسبب ان صناع العمل عملوا خلط ما بين المواقف الكوميدية مع المواقف الدرامية في نفس الوقت، فما كانش فيه تناغم بين المواقف دي كلها. اللي مش حلو كمان في الفيلم الاستخدام السيء للممثلين المساعدين، فالممثلين المساعدين في الفيلم ده تقريبا ما كانش ليهم اي تأثير خالص. خلاصة الكلام، فيلم روزالين يعتبر فيلم جميل ومسلي برغم المشاكل اللي فيه، ومحاولة حلوة لتغيير القصة المأساوية اللي كلنا عارفينها ولقصة أكتر واقعية وللأسف مناسبة للعصر اللي احنا فيه. وأحب أقول في نهاية الفيلم في مشهد، والمشهد ده بالنسبة لي يعتبر أحسن حاجة في الفيلم. تقييمي لفيلم روزالين هو 6/10. واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات السبب عجبهم ليه، واللي اتفرجوا وما عجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وسلام.